يؤسفني أقولك يا هارون بي إن ليلى بنتك مش إنسانة طبيعية. التصرف السخيف اللي عملته ينفرحها على ابني صفوت، وتفضيلها ضابط مصري مسلم على ابن البشوات اليهود اللي زيها، ده مش مجرد تصرف فيه تهور ونزق، دي عملتها على اقتناع. ممكن أعرف هي عملت إيه بالظبط؟ راحت المستعمرة وشتمت في إسرائيل وفي الضباط وفي القادة وفي كل الناس، كانت هتتسبب في كارثة. وبعدين؟ اتخذوا معاها الإجراء الطبيعي، أحالوها لضباط المخابرات عشان يدوروا في أصلها وفي فصلها. مش يمكن تكون جاسوسة مزروعة بينهم؟ ليلى؟ جاسوسة؟ من المستحيل يا هانم. أنا وإنت نقول كده، إنما هما لأ. احنا دولة في مرحلة التكوين، واي هزة ممكن تضيع كل احلامنا. طب والعمل ايه دلوقتي؟ لما يتأكدوا انها مش جاسوسة هيمشوها. استحلفك بكل غالي تنقذيها، تنقذيني انا وامها. ليلى بنت غلبانة، حرام يتقابل معاها كده. ولو مش عشان خاطرها يبقى عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر موسى أخوها اللي حضرتك قلت عليه بطل. خير خير، أدي اللي خده من ابنك اللي عامل نفسه بطل. قعدت أقولك بلاش دلعيه، ما تعميش على أمه. قعدت أنت وابنك حواليها تزنوا عليها واستغلتوا حالتها النفسية الزفت لحد ما ضيعتوها. جيب بنتك، بنتك راحت. ما تقولش كده يا أخي، حرام عليك، حس باللي فيا. حسنت بيا؟ اب وبنته بتضيع قصاد عينيه ومش عارف يعمل ايه. اروح انا فين دلوقتي ولا اكلم مين؟ ها اعمل ايه بس يا ربي؟ انا هروح لعلي الحسين. الا علي الحسين، انت نسيت اللي عملوا فيا؟ ده هو سبب كل البلاوي والمصائب اللي احنا فيها. بنتي تموت هناك، ايه هو المين اللي انا الجا له؟ نفسي يا رب تجيب لي هو اسود كلها منين. خلاص يا سيدي، مش دول جيران العمر والعيش والملح والعيال ام كلثوم؟ كانوا وراحت الجبل. يا ترى بقى ده كلامك ولا كلام المحروس ابنك؟ مش هرد عليك عشان جيران الهنا ما يشمتوش فينا. هم لسه هيشمتوا؟